عودة لكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام من هنا من المتحف القومي للحضارة. يكون لنا لقاء مع السفيرة نبيلة مكرم، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، وهي إحدى المؤسسات التي ستشارك في منتدى شباب العالم. مرحب بحضرتك سيادة السفيرة، وبداية يعني ما هي القيمة المضافة التي ستعود على منظمات المجتمع المدني من هذا المنتدى أو النسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم؟ أولا خليني في البداية أهنئ اللجنة المنظمة لمنتديات شباب العالم. الحقيقة تنظيم في الأربع منتديات السابقة تنظيم أكثر من رائع، والحقيقة عكس مكانة وصورة الدولة المصرية في وجه شباب العالم. يمكن في النسخة الرابعة أعلن السيد الرئيس أنه عام 2022 هو عام للمجتمع المدني، وبالتأكيد أن منظمات المجتمع المدني ستشارك مع الدولة في تنفيذ سياستها، وأيضا في دحض كل الأفكار السلبية اللي ممكن تكون منتشرة داخل المجتمع، وتعزيز أيضا رؤية الدولة في بناء الإنسان. بالتأكيد أن اهتمام القيادة السياسية بالشباب اهتمام يعني له خاصية، يعني عايزة أقول يعني خاصية ما شفناهاش قبل كده. كنت دايما بتكلم مع الشباب وخاصة طبعا الشباب المصريين في الخارج، كنت بقول لهم احنا عمرنا ما شفنا قبل كده رئيس جمهورية يقعد في منتديات الشباب ويقدر يتكلم معاهم ويتناقش ويتحاور. احنا كان كبرنا وقتنا ان احنا نشوف رئيس الجمهورية على التلفزيون، انما الحقيقة حرص السيد الرئيس انه يدي من وقته علشان يسمع الشباب وينفذ كمان ما يتم طرحه من افكار من قبل الشباب. ده بالتأكيد بيعكس فعلا واقع الجمهورية الجديدة اللي احنا بنعيشها. فأنا سعيدة بالنسخة الخامسة إن شاء الله، بكل توفيق لشباب اللجنة المنظمة وبالتأكيد للشباب المصري وشباب العالم. حضرتك كنت شاهدة يعني على انطباعات المصريين في الخارج فيما يخص النسخ السابقة من منتدى شباب العالم، يعني انطباعات المصريين في الخارج بشأن الإشادات الدولية من منظمات المختلفة سواء الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات باستضافة مصر أو تنظيم مصر لهذا الحدث الكبير؟ بالتأكيد بيشعروا بالفخر، بيكلموا مع يعني الشباب من حول العالم، يعني احنا دولتنا رئيسنا بيقعد معانا، رئيسنا بيتفقد كل الأماكن وبيستمع إلى يعني وجهة نظر الشباب في مختلف المحافظات. عمرنا ما شفنا رئيس جمهورية بينزل منطقة الصعيد ويلف على المحافظات والقرى لحل المشاكل والاستماع إلى يعني القضايا التي تهم المواطن. لا بالتأكيد فخر كبير جدا ومساندة أيضا، لأن هم بيقوموا بالترويج لما تقوم به الدولة من جهود فيما يتعلق بالشباب، وبالتأكيد بالمناصب اللي بيتولاها الشباب دلوقتي في ظل الجمهورية الجديدة. طبعا النواب البرلمانيين، نواب المحافظين، نواب السادة الوزراء، فبالتأكيد صورة مشرفة جدا للدولة المصرية. احنا كمان خلال الأيام المقبلة هيكون هناك جولات متعددة للسيد الرئيس في مختلف المحافظات للاطلاع على أفكار الشباب وعرضها في منتدى شباب العالم. شايف كيف تقرأين هذه المبادرة من جانب الرئيس السيسي؟ يعني بالتأكيد اهتمام زي ما أنا ذكرت لحضرتك أنه الرئيس غير منفصل عن الواقع. رئيس زي ما احنا بنشوف حتى في أيام العطلات الأسبوعية بينزل ويتفقد الشوارع ويكلم الناس بدون حاجز، وده واصل تماما للمواطن المصري. بالتأكيد أيضا أن نزول السيد الرئيس وزي ما ذكرت لما نزل الصعيد ونزل محافظات كثيرة جدا بيدوب فيها الحياة وبيسمع الحقيقة بأذان صاغية مع الجهات التنفيذية في الدولة للحقيقة يعني تنفيذ ما يطلبه المواطن في ضوء طبعا إمكانيات الدولة. بالتأكيد دي صورة جميلة جدا احنا كلنا فخورين بها، وعارفين انه احنا هنعدي من كل التحديات طالما يوجد قيادة سياسية مؤمنة بشعبها وهي دايما بترجع الفضل لشعبها في مواجهة هذه التحديات. المميزات التي سيتيحها منتدى شباب العالم ليكم كمنظمة منظمة مجتمع مدني من خلال الاحتكاك مع المنظمات الأخرى من خارج مصر؟ احنا مؤسسة فاهم للدعم النفسي الحقيقة بتشارك يعني السنة دي في النسخة الخامسة من مؤتمرات منتدى شباب العالم، لأن بنتشارك الحقيقة كشريك رئيسي وكشريك وطني مع منتدى شباب العالم، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في تنفيذ برنامج لدعم الصحة النفسية والعقلية. فبالتأكيد هيكون عندنا الكثير من الطرح اللي سنقدمه خاصة للشباب وأيضا للاجئين والنازحين من مناطق فيها صراعات وحروب وعدم استقرار. شكرا
جزيلا السفيرة نبيلة مكرم، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فهم للدعم النفسي.